مرحبا شباب، اليوم بدي ورجيكم تروبيكو فور ومعنا الإكسبانشن تبع المودرن تايمز. تروبيكو فور من سلسلة تروبيكو، بتحكي عن أنت بتكون طبعا رئيس دولة جزيرة بالكاريبي أو بالجنوب أمريكا، وطبعا أنت كيف عم تمشي بهالدولة وكيف بدك تتجنب التمرد وتتجنب العصيان وتتجنب ما بعرف شو، بدك تسايس أمريكا وروسيا والقصص هاي كلياتها. كتير انترستينج كإيكونومي جيم، ما حقول استراتيجي مو استراتيجي، بسميها أنا جيمز إيكونومي، مثل مثلا سيم سيتي والقصص. خليني ورجيكم الجيم بلاي، خلينا نروح على ساند بوكس المفتوحة. طبعا في كامبين والقصة تبعه بتسلي حلوة، يعني بيطلع لك هيك أشياء نهفات فيه، إنه مثلا واحد أمريكي بيجي بيعرض عليك عرض وما بعرف شو، بس أنا حورجيكم الساند بوكس مشان اللي هو المفتوح. طبعا ما في قيود، نعمل راندوم. طبعا فيك تحدد حجم الجزيرة وقديش الارتفاع الجبال فيها وما بعرف شو. فورورد كمان تتحكم قديش البوليتيكال ستابيليتي. طبعا انا هلا حلعبها عادية، ما حغير بهدول كتير. طبعا انت فيك تطلع عليهم تشوف مثلا كم واحد في بالجزيرة، اوكي، هاي الشغلات اللي بتبدأ فيها. طبعا هون فيك تختار الشخص تبعك انت الرئيس نفسه. طبعا فيك تاخذ واحد من هدول اللي هو فيديل كاسترو مثلا وشي جيفارا وهدول الجماعة كلياتهم، او فيك انت تعمل واحد بنفسك، بتقدر تعمله هون. طبعا بتلبسه وبتظبطه لانه حيكون موجود هيك، بتلاقيه بيمشي بالمدينة تبعه، والاماكن اللي برحلة بتتغير شوي على اساس انه الرئيس جاي. طبعا هذا اسمه، هذا الباك جراوند تبعه انه من هارفارد. طبعا هذا بيأثر مثلا انه الرأسماليين بيحبوا اكتر، الامريكان بيحبوا اكتر، الروس ما بيحبوا. التعليم احسن بيكون لانه طبعا هو متعلم وهيك. طبعا وهي كيف وصل للسلطة، انا حاطت انه حطوه للCIA، اوكي. طبعا فيك تعمل انك انت فزت بالانتخابات وما بعرف شو، او اشتريت الانتخابات، او عملت ميليتري كوبي اللي هو انقلاب عسكري. وفي هون الشخصية تبعه، طبعا كل هدول في إلون أوبشنز، انت بدك تقرأهم واحدة واحدة وتشوف شو اللي بيفيدك اكتر شي، فيك تختار ثلاثة، اوكي. بيحدد شخصيته للزلم، بس انا هاي والترافل تخلينا نحطها، بتزبط السياحة والقصص هاي. خلينا نعمل بلاي. طبعا في سياح ممكن يجوا على الجزيرة وينخطفوا القصص هاي الجنان، اوكي. طبعا هي الجزيرة تبعي تروبيكو، راندوم عمل لي اياها يعني. او هلا هون طبعا هذا القصر تبعك هو محل ما انت ساكن، واذا راح خلص يعني انت انتهيت اوت. هلا في عندك العالم، هذول الناس طبعا من شكلهم تعرف شو بيشتغل. مثلا هذا مزارع، شوف فارمر، هذا مثلا اصلا بيشتغل بالمينا، اوكي. هذول مشردين ما عندهم شغل، هاي عجوز، كل واحد له شغلة. طبعا هذا مهم ليش؟ مثلا هذا بيلدر بيشتغل بالكونستراكشن اوفيس، اوكي. فيك انت تحدد قديش الرواتب، كل ما الرواتب اعلى كل ما انبسطوا اكتر، كل ما حسوا حالهم اهم. طبعا بدك تعمل الرواتب، المهم فيها انه الناس اللي عندك بيطلعوا على الجزر الثانية ويشوفوا قديش الرواتب فيها وما بعرف شو. خليني ورجيكم اياها هون. مثلا اوفر اول هابينس، السعادة تبع الناس 49% من الناس مبسوطة، بالباقي لا. طبعا ليش؟ طبعا هم بيحطوا لك ليش، انه مثلا الاكل، البيوت، الدين، المرافق الدينية، المرافق الترفيهية، كذا، الهيلث، كل هدول موجودين هون. طبعا هون السياح تبعك انه كم واحد وشو عم يعملوا الى اخره، وهون قديش مبسوطين وقديش عم يدفعوا من القصص. وهون طبعا كل شيء البالانس وحساب السويسرا ليكو. هون شو الشغلات اللي بتقدم عليه خطر، مثلا انت عامل لك انه انت عندك 4 جنود، وهون المخاطر، ممكن يصير عليك هجوم من الامريكان وياخذوا جزيره ويخلعوك، ممكن الروس، ممكن يصير عليك انقلاب عسكري، ممكن يصير عليك تمرد او صيام مدني، ممكن يصير متمردين هدول الثوار هيك بيكونوا بالغابه بيصيروا بيهجموا بيكسروا بحرب الجيش تبعك، اوكي. فهي كلها بدك تدير بالك عليها. طبعا هذا البروفايل تبعك وشو هي البونسز اللي عندك انت، كلها موجوده هون. طبعا هون البيبل،
تفصيل أكثر على الناس، الإيكونومي قديش عم يدخل دخل ما دخل إلى آخره، تريد قديش عم يجيك عم تصدر أغراض. هلا بقولكم شو معناتها هاي الأحزاب، مثلا الرأسماليين، الشيوعيين، المثقفين، المتدينين، العسكريين، ما بعرف شو كلياتهم هون. مثلا هون هدول اللويالست اللي هنا بيحبوك، هدول مثلا ليك 30% زعلانين. ليش؟ بيقول لك ليش مالك باني لحالك متحف لطفولتك؟ وليش مو بانينا مقبره؟ اوكي، بدهم يعني نعمل هيك قبر كبير للبريزيدنت، يعني مثل هرم، يعني مو هيك هرم بس يعني تقريبا نفس الشيء. طبعا هون قديش الفورين ريليشنز، طبعا في عندك 5 بهمك انك تضبطهم، بس 2 اساسيين لانه هدول ممكن يشيلوك من الجيم. البقايا بيغير البوانس، يعني مثلا في الشرق الاوسط بيطلع واحد مثل عرفات، شكله راس عرفات الله يرحم. طبعا مبسوطين مني لانه انا ما عم اصدر بترول. طبعا هون في الليست كل واحد قديش بيقبض وما بعرف شو قديش بيحترمني ومن القصص هي، هي كلها بدك تطلع عليها لانه بيتهمك. اوكي، هلا شو بدي اعمل لحتى انا ظبط المدينه تبعي او الدوله تبعي او whatever. طبعا هدول مزارع القمح، شوفوا جايين جنب الأخضر. طبعا بيجوا الفلاحين ببلشوا يزرعوا، بيعملوا قمح هون، بياخدوه بيرجعوه على المدينة ببيعوه. طبعا لازم ابني لهم ماركت، او خليني اول شيء ابني شارع. حطوا هيك. طبعا فيك تبني شارع مايل، اوكي، هاي مشان يصلوا الناس للمينا. طبعا هلا بدي ابني ماركت، بتروح على الفود بتقول له مثلا ماركت، بتجي بتحطه هون. هذا مشان الناس شو الفلاحين يبيعوا الاكل تبعهم الناس تاكل، ومن هذا مهم. هلا ما بتلاقي غير اجوا الكونستراكشن وركرز. هلا اذا حطيت عليه، سوري، اذا حطيت عليه المفروض طبعا فيك تعلي البرايورتي. البرايورتي اذا عندك اكثر من بنايه عم تنبنى مع بعض بتكبس هون، بيقوموا بصير لها اولويه فوق المباني الثانيه. طبعا هي اجت وعم في واحدة من العمال جاي وعم تبني، او واحد ما بعرف واحدة شكلها. اوكي، فهلا بيبني الماركت وبيقول لك مثلا it needs one high school worker. هيو ليك واحد في سلوت، لازم يكون بنت. هلا شو معناتها هاي سكول؟ يعني يكون شخص متعلم بمدرسه اللي بده يمسك السوق، ولازم يكون بنت. فهذا كمان شيء مهم. ليش؟ يعني مثلا هون uneducated ممكن ما يكون متعلم، بيقدر يصير عامل تعمير، يعني ممكن يكون بالمقاولات وبالتعمير والقصص هي. نفس الشيء هدول، هدول اللي هن بينقلوا الاغراض مكان لمكان، بيجيبوا مثلا الزرع، بيجيبوا القمح من المزرعه على الماركت او على المينا لحتى يصدروا. طبعا هاي السفينه اجت، اذا كان في اغراض هون، ها شوف جابت لي 2 مهاجرين يجوا يشتغلوا بالجزيره تبعي، واشتريت ب3500 اغراض. طبعا اكيد بكون قمح من اللي كنا عم نشتغل عليه هون. اوكي، هلا ملاحظين هون صار في هون بيوت هيك صفيح، هي لانه ما في مساكن مزبوط. طبعا في عندي هاي البنايه، هاي البنايه في الى اجار، فيك ترفع الاجار او تنزله، ممكن تحطه صفر اذا بدك. اوكي، ما لم كفي العالم، فانا معناتها بدي اعمل وحده ثانيه. طبعا تروح على الهاوزنج، طبعا هو بيقول لك انه انا بقترح لك تبني من هاي، بس انت لا ترد عليه. فيك تروح تعمل هون تقول له مثلا بنيها هاي، مو شرط تكون على الشارع، في مباني معينه لازم تكون على الشارع، بس بتبين بيطلع منها هيك مثل سهم اخضر انه هذا الشارع لازم يشبك عليها. هلا كمان لازم هاي تنبنى وتطلع. اوكي، هلا في الجزيره طبعا في عندك بيكون في مباني خاصه مثل هاي، هذا الهرم، في عندك اوبشنز، ممكن تقلبه متحف وبصير بيجوا عليه السياح، او تقلبه اكسكافيشن سايت، بتاخذ الاثار بتروح بتبيعه بتحط الفلوس بالسويس بنك. اوكي، شايفين هذا البركان؟ هذا البركان كمان ممكن ينفجر باي لحظه ويحرق الدنيا. طبعا هي تعتبر من ديزاسترز، ممكن يجي تسونامي، ممكن هيك القصص هيك كلها تصير، زلزال، عاصفه. اوكي، هلا في عنا كمان، اوكي مثلا خلينا نحن نطور المدينه، البلد نعمل ماين، خلينا اعمل زوم اوت مشان يبين معي منيح. مثلا بدنا نعمل منجم، شو بدنا نطلع؟ في
طبعا هدول النقط، في النقط الحمر هون اللي هن الحديد، مرات بيكون في صفر وبيض، هن هدول بيكونوا ذهب وبوكسايت. طبعا بيعتمد على السوق كمان قديش السوق بيحتاج، واذا صدرت كتير حديد سعره رح ينزل. اوكي هاي حطينا هون منجم، مفروض هلا يجي ابنه يصيروا صنعوا حديد. طبعا في كمان مثلا الحديد هاد ممكن تحوله لاسلحه اذا بدك. اوكي هلا ممكن كمان تبني مزرعه تقول له هلا المزارع كمان فيها شيء انترستينج، انه شوف مثلا بدي ابني مزرعه، ممكن حط كورن، ممكن حط بنانا، هذول فواكه، هذول ممكن يا اما انه ناكلون الناس عندك. وطبعا كل ما شكلت انواع الاكل اللي موجود بالجزيره كل ما كان الفود كواليتي احسن، كل ما الناس انبسطت اكثر. وفي عندك اللي هو هذول اللي بسمون التجاريه، في القهوه مثلا بدي اعمل قهوه، وين في قهوه مثلا هون الاخضر هذا بينفع، فانا ممكن احط هون تبع قهوه. اوكي هلا بيجوا ببنوه، ممكن بيع القهوه كبن، وممكن اعمل وينه كانري اي هاي. طبعا سوري اندستري كانري بدي ادفع حق البلو برينت 4000، وبعدين ادفع حق المصنع 13. طبعا اللي بيصير انه بياخذوا القهوه بيحطوها بالمصنع، المصنع بيعلبها بيبعتها برا. اوكي هلا المصنع، المصانع معظمهم بيحتاجوا لهاي سكول وركرز. هلا من وين بدي اجيب الهاي سكول وركرز؟ يعني هلا مثلا هذا موجود في عندي كويس، بس مثلا هون كمان هدول الجنود لازم يكونوا متعلمين. شو بدي اعمل لحتى يكون عندي هاي سكول وركرز؟ طبعا هاي ممكن تهاجر تترك البلد، ممكن تموت. اوكي طبعا شو لازم اعمل؟ اللي بعمله انه بروح على الايديوكيشن بقول له مثلا ابني هاي سكول. اوكي طبعا هاي بتكلف الهاي سكول، فيها مدرسات تلاقيهم فيميل وهاي سكول، لازم يكونوا هاي سكول. وطبعا بيجوا الطلاب بيقعدوا بالمدرسه بيتعلموا بصيروا. طبعا شوف لاحظ بعد ما بنيت البرج هذا البيوت هذول خفوا بقيان مو هيك كم واحد بس، شوي شوي بصير احسن الوضع. هاي بيوت رسميه مو 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 صفيح. مهم هلا ليك عم تنبنى، بنيت هلا لاحظ انه ما في مدرسات لانه ما عندي حدا هاي سكول. فهلا في عندي ثلاث طرق لحتى اجيبهم. اوكي يا اما علي، طبعا في وحده هلا هاي المعلمه حتصير تعلم الناس. هلا كيف بدي اعبي هدول السلوتس الباقيين؟ يا اما حدا من هون رح يدرس وحيصير يعني تجي وحده مثل هاي مثلا، هاي بتجي بتلاقي شغل هون بتاخده. طبعا لاحظ الويج هون 10، اللي ان ايديوكيتد بيكون اقل. اوكي هلا في هلا شوف شلون جايين عم يدرسوا كذا. هلا في الطريقه الثانيه طبعا، ها هذا مندوب الشيوعيين عم يقول لك وين هذا مندوب الشيوعيين عم يطالب ب ب شو اسمه رعايه طبيه، عم يقول لك ليش ما في رعايه صحيه بالبلد. طبعا هلا بيكونوا زعلانين من الشيوعيين اذا رحت هون. ليك حتى هدول الريجرز كثير من زعلانين. شوف الشيوعيين عم يقول لك باد هيلث كير ما في، وزعيمهم زعلان. طبعا مين زعيمهم؟ هذا زعيمهم هون فاكشن ليدر، تيجي بتشوف زعلان مثلا. اوكي فيك تشوف شو مشكلته. مشكلته هاوزنج وريليجن وجوب، بيته سيء، معتبر انه بيته مو منيح، والدين ما عم يلاقي كنيسه يصلي فيها وهذا، وشغلته ما عم تدفع رواتب منيحه. اوكي طبعا كله هذا فيك تعدله. المهم هاي المدرسه انبنت. هلا اي مبنى تقريبا في خيارات، مثلا هون جنرال ايديوكيشن يعني تعليم عادي، في باروكيال ايديوكيشن اللي هو تعليم ديني. اوكي طبعا بيطلع الناس من هون متدينين. هلا انت بهاي الطريقه ممكن تعمل انك، او هون كمان ميليتري ايديوكيشن بيطلعوا الناس بيحبوا الجيش وما بعرف شو. فانت مثلا اذا انت مركز على الجيش ممكن تعمل هاي، طبعا بس هذا بيخلي التعليم ابطا شوي صغيره، وهكذا هذا كلياته بيأثر على بعضه. اوكي هلا شلون بدي اجيب كمان مدرسات؟ في عندي ثلاث طرق، في اما يا اما هدول تنتظر عليهم لحتى يصيروا كمان متعلمين وياخذوا المكان، او تكبس هون بتدفع مصاري بيجي واحد، بيجي شخص من برا البلد.
هلا كمان بدك تدير بالك اذا جبت ناس كثير من برا البلد الوطنيين في الحزب الوطني هذا بيقول لك نحن والناس اول وتروبيكنز فيرست، وانت شلون عم تجيب ناس من برا وياخذوا فلوسنا والحكي هذا. اوكي، وفي الحل الثالث هو انك تروح تبني immigration office. اوكي، هذا اللي هو مثل الجوازات يعني. لا بصير بس ينبنى، برجيكم شو الموضوع اللي هو بتجي انت بتحط سياسه open door، البواب مفتوحه اي حدا بيقدر يجي، skilled workers، بتعطي اولويه للمتعلمين. هون تروبيكو فيرست، ما حدا يجي على البلد، كل الوظائف اللي موجوده ممنوع حدا يجي عليها. اوكي، هاي love it or leave it، هاي بتمنع الناس، قصدي بتزيد العدد الناس اللي عم تطلع من البلد. يعني اذا مو عاجبك اطلع. اوكي، طبعا هاي ظريفه اذا بدك تخفف كميه الناس الزعلانه، انه اي زعلان قوم اطلع، بعدين تروح تفتح open door، او بتمنع اي حدا من انه يترك البلد. هاي كلياتها شغلات ممكن تسويها. هلا خليني ورجيكم اخر شغله اللي هي هون edicts، يعني مثل بيانات رسميه. مثلا تيجي بتقول مثلا عمل انتخابات مبكره، هلا بورجيكم اياها قبل ما اطلع من الجيم. مثلا البيوت ببلاش، بس هذا هيك الرنت كله حيصير صفر. اوكي، يعني ما في دخل من المساكن. اليوم الوطني، تاكس كات، بتعمل بتوفر عليهم التاكسز مهنج على اساس انه بيدفعوا. فعليا انت بتاخذ 9600 بتروح بتوزعها عليهم. الضمان الاجتماعي، هلا بتصير هدول الشاكس مرات بتلاقي فيهم ناس يا اما ختايره يا اما طلاب. اوكي، هدول بيصير بياخذوا من فلوس الضمان الاجتماعي بيروحوا بيسكنوا فيها وبيصيروا بيشتروا ما بعرف شو. اوكي، وهالقصص هاي نوكلير تيستينج مثلا، بتسمح للامريكان او للروس يعملوا تجارب نوويه جنبك ومن الحكي هذا. ماشي، طبعا في ادكتس كمان العلاقه بالايكونومي والتوريزم، في بعضهم مسكرين لازم يكون في شيء قبل موجود ليفتحوا، مثل هاي ريكوايرز اني فاكتوري، لازم يكون في فاكتوري ولازم يكون عندك وزير اقتصاد. طبعا وزير اقتصاد بتروح على الجوفرمنت تبني وزاره، بتصير بتعين ناس من الشعب تبعك يكونوا وزراء. هذا طبعا بيزيد حبهم لك وما بعرف شو من الحكي هذا. اوكي، طبعا كمان كل وزير له شغله، يعني المفروض مثلا وزير الدفاع لازم يكون عسكري او شرطي، هالقصص هاي. اوكي، شو كمان عندي؟ عندك التوريزم، فيك تبني اوتيلات، طبعا كل اوتيل بيجر ناس معينه، في انواع من التورست. اوكي، في عندك هون الاتراكشنز اللي هي الاشياء اللي بيروح عليها التورست، في لوكسري اتراكشنز للتورست الهاي كلاس، فيك تعمل لهم يخت كبير مثلا وسبا ومارينا والقصص هاي. اوكي، وفي عندك كمان هون انترتينمنت، فيك تبني مثلا حانه مطعم كباريه القصص هاي، وهي كمان التورست بيستفيدوا منها، ف يعني بتفيد للاثنين. اوكي، في عندك هون الويلفير ايكونومي، فيك تبني كنيسة، تبني جمارك، الجمارك بصير كل شيء عم يطلع برا ممكن تاخد عليه نسبة، او كل شيء عم يطلع برا النسبة هي بتروح يا اما على الخزينة تبع الدولة، او بتروح على بنك سويسرا. اوكي، هاي ويذر ستيشن بتساعدك انك تتنبأ بالكوارث الطبيعية، مثلا في عاصفة، في تسونامي، ما بعرف شو. كلينك، هوسبيتال، كلينك يعني عيادة، هوسبيتال، مستشفى، بنك، البنك طبعا كمان له علاقة بالسويس بنك وهيك والقصص هاي، وهكذا. طبعا انفراستراكشر، فيك كمان تبني ويند توربين مشان كهرباء، في مباني بتحتاج لكهرباء. اوكي، وهكذا. طبعا جاربج دمب مشان الزبالة، ممكن تصير زبالة تتكوم عندك بالمدينة، بصير بدك بتحط الجاربج دمب هيك على القريب مشان هاي. ماشي، وطبعا والشوارع، الجراج هذا سبيشال، في واحد هون وينه؟ مو عاملين واحد. المهم بتبني جراج مثلا، بدك الناس تنتقل من هون لهون، مو كلهم معهم سيارات مثل ما انكم شايفين، فبتحط هون كراج، مثل باس ستيشن، واحد هون بس بيصير بيطلع من هون بينزل هيك، مثلا بالرجعه بيركبوا بالسياره وبيرجعوا من هون، فهي مثل ترانسبورتيشن عندك. طبعا بيطلع هذا كمان بيحكي انه ليكون الصين حابينا وعم يسمونا انه نحن
أصدقاء الصين ومن الحكي هذا. طبعا إذا بتروح هون ما بتشوفها relation with China 100% which is good وهكذا. طبعا تنتظر هيك لحتى تصير شي مصيبة. مهم خليني ورجيكم الانتخابات. بتقول له مثلا بدك انت تعمل انتخابات، بتقول له طيب طلع بلش الموضوع وخليني احضر سبيتش يعني خطبة. قال له ايه يلا نعمل خطبة مثل خطب مرسي. طبعا بدك تنتظر طبعا هلا شوي هيك مشي شوي لحتى يصير وقتها المود غريبي. اها طبعا تجي بتقول مثلا خلينا نحكي على موضوع مهم. موضوع مهم هو موضوع المنازل. طبعا هيك بصير بيقول لك انه الناس اللي بتهمها موضوع انه يكون بيتهم منيح حيصوتوا لك. اذا انت حابني كمبيوتر مرتبه وانا طبعا كله كذب بس يعني ما بعرف شو. اوكي طبعا بتقول انا بدي امدح. ممكن تمدح حالك طبعا كلها بوانس. البوانس تحت مكتوبه وفي عندك تمدح الامريكان تمدح الروس تمدح الراسماليين تنقي حدا بتمدحه. طبعا انا اكيد حمدح حالي يعني. طبعا هو في استراتيجي بالموضوع بس انت فيك تستهبل اذا بدك. promise for your next mandate توعدهم بشغله. طبعا اذا وعدتهم الانتخابات الجايه اذا هذا الوعد ما تنفذ تخسر شويه اصوات. انا مثلا حوعدهم انه بنيهم كنيسه. اوكي بتقول له ايشو. وهلا فعليا بالخلفيه بتسمع حالك عم تحكي. خلينا ننفذ وعودنا نحن ما بنكذب. طبعا قاعد عم ينصب عليهم ها. اوكي طبعا هون حاطين كم صوت اخذ انا وكم صوت هو 40 ب 16. الشخص هاد فيني اعمل شغله انا ممكن ابعت طبعا هو اكيد ما حاعمل هيك بس فيك تعمل هيك. خليني ورجيكم شغله ثانيه احسن بلا ما اقتل هذاك نتورط. مثلا في هي اوكي هي تشتغل بيروقراط بالاميجريشن اوفيس بالجوازات. انا ممكن مثلا اذا مو عاجبني وضعه او عم تقول انا الامور ما عجبتني وما بعرف شو. حتى هون كاتبه عم تقول انا حصوت للرئيس. طبعا فيك توديه على الحبس اذا بدك اذا الشخص هذا مو عاجبك انت او عم يعمل لك قصص ومشاكل. فيك تعطيه رشوة مشان يغير رأيه ويزبط أموره. فيك إذا عندك الكنيسة كتير قوية ممكن أنك طبعا عم يحكوا أنه هون عم يقلك أنه الكرايم عالي الجريمة عالية بالمدينة وكذا وهيك. فيك تعمله أها. وهون كمان أجتني معونات 7200 من أمريكا و 9450 من روسيا معونات مادية. فيك تعمله هيريتك يعني تكفره انه هذا الشخص كافر وهيك. طبعا خلص بصير بيفرط من المجتمع بصير خلص يعني ما بقى حدا يرد عليه. eliminate انك تقتله بتبعت الجيش وراه انه يقتله او انك تبعت وراه المخابرات تبعك تقتله. طبعا اذا قتلته بالجيش كل العالم بتشوف اذا قتلته بالمخابرات انه مثل حادث وهيك. اوكي وهكذا. انا راح اترككم تستكشفوا الجيم بنفسكم. طبعا هي السفينه جاي. طبعا شايفين الجرافيكس كثير حلوه والديتيلز كثير مرتبه. شوف مثلا الشجار والبيوت حتى عليها الرسمات والبلوك وهذا. لعبه ظريفه كثير قعدت عليها بالساعات. طبعا في تروبيكو 3 ما كثير بتفرق عن هاي. فاللي بحب يعني انه حاب جبته اللعبه انا بقول لك انه ممكن تجرب كمان تروبيكو 3. تروبيكو 3 ما كثير بتفرق عن هاي. اوكي حتى يعني نفس الشيء 90% نفس الشيء. يعني فيك تقول تروبيكو 4 هي إضافة على تروبيكو 3. طبعا هاي القهوة شايفين هدول طلعوا وزرعوا القهوة وهكذا. طيب إن شاء الله يكون طبعا هذا التايم لاين بيقول لك شو صار إنه إمتى حيصير كذا وهيك. مو مهم إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو. لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وكل هالقصص هاي. شوفكم بعدين. سلام.